بقيت سائل الركبان عمن أقام في داركِ ومن تنى وفي كناف طيبة هاشمي تصرف السماحة حيث شاء إمام المرسلين ومنتقاهم حال خيرات ختماً ختماً وابتداء زمام صافين شهدت موازن وجد صار من قطرة دماء وسيد سادة في كل ثغر يروي البيض والأسل الظما فلا برح الغمام يصوب أرضا دفن الجود فيها السخاء وذلك خير من حملته أم ومن لبس العمامة والرداء ونخبي جنابه الأنضاء وأبذل لزائره المودة والصفاء وقل للركب إن هجعوا فإني أرى بلقى الغويري يا ترى لا إله إلا الله.